تذكرون قبل كانت المعاكسات دائما موجوده بالمولات او الاماكن العامه، حتى ان كانت المولات قبل مقتصره فقط حق العائلات وما يدشونها الشباب. انتقلت هذه المعاكسات بسبب الانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي من الاماكن العامه للاجهزه الذكيه، تلفونات، الكمبيوترات وغيرها. بس شنو القانون يقول؟ أول شيء لازم تعرفون أن القانون ما فرق بالمعاكسات بين المرأة والرجل، فإذا كنت أنت رجل تعرضت للمعاكسة فأيضاً القانون يحميك. القانون قسم المعاكسات إلى قسمين، إذا كانت المعاكسة عن طريق الهاتف متعلق بالإنترنت مثلاً واتساب، إنستغرام، فايبر أو غيره، فهني الجرائم الإلكترونية هي المختصة بالموضوع. أما إذا كانت المعاكسة مثلاً بالمسجات اللي هي متعلقة بشبكة الاتصالات، فهني يعتبر إساءة استعمال هاتف مع تحريض على الفسق والفجور.